بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم معنا في قناة باقة أفكار. النهاردة هنتعلم موضوع جديد وهو تركيب أو شكل الخرز على العبايات، وده بيدي العباية أو الفستان منظر جمالي جميل حلو جدا. في الشكل ده البسيط جدا أنا عملت عبارة عن خطين صغيرين متوازيين، وهبتدي أعلمكم إزاي بنركب الخرز على كل خط. ده الشكل اللي انا عملته. لما ابتدي اركب الخرز انا باخد 5 وحدات، ببتدي من هنا واخيط هنا. الصف اللي بعده ببتدي قبلها بشوية لكن لازم اثبته على الخط من هنا. اللي بعده ببتدي من هنا من بره الخط واثبت على الخط، فده بيخلي الخرز عندي يطلع بالشكل المايل بالشكل ده زي هنا بالظبط. يبقى اهم حاجة ان انا بعمل الخط وابتدي اثبت الخرزة دي على قمة الخط نفسه، بعدين ارجع قبلها بشوية واعمل اللي بعدها. ويهمني جدا ان العدد يبقى ثابت لان هو ده اللي بيديني الشكل المظبوط. يمكن هنا انا حطيت واحدة لون مختلف عشان يبين الشكل بتاعي. لما اخلصها هتشوفوا شكلها النهائي، لكن ممكن هنا نشوف الفرق بين الجزء الفاضي والجزء اللي خلص ويبين لنا فرق الجمال في إضافة الخرز. نتقابل بعد شوية واحنا بنركب مع بعض. دلوقتي احنا هنشتغل مع بعض الخرز. انا باخد 5 2 2 3 4 5، ده الخط بتاعي. انا بثبت هنا اهو واطلع قبلها قبل النهايه بواحده في الجنب. ثلاثة 4 5، ثبتها الخط، اطلع قبلها في الجنب، 3 4 5، الخط بتاعي اهو الخط، واطلع بره من النهاية بواحدة. ثلاثة 4 5، آخر واحدة اهي في الصف. كده اهو وهثبت الخيط من ورا. بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا مع بعض. هنشوف الصف الابيض، هنحط في نهايته واحدة لونها ملونة
هنبتدي على الخط بتاعنا اهو، بحط الإبرة واطلع بره قبل نهايتها بواحدة. يمكن هنا هتبان اكتر الصف ده اهو، قبل نهاية الصف اهي بطلع بالإبرة. سهل من هنا هثبت الإبرة من ورا كده، يبقى أنا خلصت صف من الصفوف اللي أنا بعملها. لما نوصل للآخر هوريكم النتيجة النهائية. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم تاني بعد شكل الخرز ما خلص كله. دي الصفوف اللي احنا عملناها، وده الجزء العلوي. زي ما شفنا مع بعض الموضوع سهل وبسيط جدا، لكن الفرق في الشكل الجمالي للعباية اختلف. يا رب يعجبكم، ونتقابل ان شاء الله في فيديوهات تانية كتيرة. واذا عجبكم الفيديو تعملوا لنا بقى سبسكرايب وتدوسوا على الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أطيب تحياتي ليكم، ومشاهدة واستفادة طيبة. دكتورة رؤي.